قبل الدورة 76 أجمل اللحظات الأيقونية في مهرجان كان السينمائي. هالمشاهد هي من مهرجان كان السينمائي على مر السنين، وقبل انطلاق دورته 76 إيتي بالعربي بياخذكم على أبرز اللحظات اللي لا تنسى بهالمهرجان الأيقوني. ومن أجمل لحظات المهرجان هو مشاركة نادين لبكي بفيلمها كفر نحوم بعام 2018، فهالفيلم اللي وصلت أصداؤه للأوسكار ترك أثر كبير بقلوب الكثار وخلاها بسنتها تربح جائزة الجوري برايز، واحتفالاً بهالفوز زلغتت بالصالة لتعبر عن فرحتها الكبيرة. وشهد هالمهرجان على فوز جين كامبين كأول امرأة بالسعفة الذهبية في عام 1993 عن فيلم ذا بيانو، وما حدا ممكن ينسى هاللحظة بعرض فيلم ماني مونستر بعام 2016 وقت خلعت جوليا روبرتس حذائها من رجلها على الريد كاربت وقررت تمشي من دون هيلز. فالخطوة كانت مفاجأة كبيرة للجميع كونها جوليا بتتجول بعفوية حافية القدمين، مع أنه هالحركة معروفة بأنها معارضة لقوانين اللباس الرسمي للسيدات بالمهرجان. وهالمشهد رجع تكرر مرة ثانية، فكريستين ستيوارد عملت نفس الحركة أمام حشد كبير من المصورين لما وقفت وشلحت هير لوبوتون هيلز وحملته معها هي وطالعة درجات السلم حافية القدمين. وغير هيك فهالمهرجان شهد على مواقف طريفة وغريبة جداً، خاصة مثل وقت المخادع الشهير فيتالي سيديو اتسلل تحت فستان أمريكا فيريرا بالعرض الأول لفيلم How to Train Your Dragon 2. وكمان الكل انصدم وقت لقطوا The Belgian Pie Thrower الشهير المعروف بخدعه وخلوه يطلع للخارج، والكل اتفاجأ لما الممثلي جون كلود فان دام ودولف لاندغرن عملوا معركة على السجادة الحمراء كحيلة لإثارة ضجة كبيرة لفيلمهم Universal Soldier. ويمكن أكثر حيلة تسويقية شهيرة بتاريخ المهرجان تعد Unforgettable هو لما طار جيري ساينفيلد نجم فيلم بي موفي من على سطح أوتيل الكارلتون بالنهار عام 2007 معتمد زي نحلة. وبهالمهرجان أعلن بالغلط جاك بلاك الكوستار بفيلم كونغ فو باندا عن زميلته أنجلينا جولي بأنها حامل بتوينز وقت كانت متزوجة بفترتها من براد بيت. وهالريد كاربت الشهيرة جمعت ثنائيات عديدة مع بعض، أبرزهم جورج كلوني وأمل عالم الدين لما طلوا مع بعض لأول مرة بهالمهرجان سنة 2016، وبوقتها لبست أمل فستان باستيل يلو من تصميم أتليه فرساتشي. وحتى تواجد ليوناردو دي كابريو وبراد بيت مع بعض للترويج لفيلمهم Once Upon a Time in Hollywood، فكانت لحظة مميزة استمتع فيها الكل. لكن بتبقى أحلى ثنائية شهدها لليوم هالمهرجان هني غريس كيلي وبرنس رينر، يلي هالمكان بيكون أهم سبب بتعارفهم لبعض، هالشي يلي أدى بعد سنة بزواجهم من بعض وتتويج غريس كبرنسس لموناكو. وبلا حديد عملت ضجة كبيرة كمان وقت طلت لأول مرة على السجادة الحمراء لابسة سي ثرو جاون كله شك وتطريز.